نيسان ويك بأوتو فوكس مشاهدينا، أكيد الطرازات الأبرز بالشركة اليابانية رح نستعرضهم خلال هالأسبوع، ومعنا مثل العادة شورو مانجر بنيسان بريمكو بطبيعة الحال، وكالي نيسان بلبنان مسيو ألام شانتا فاي ألام. أكيد مش أول مرة معنا بأوتو فوكس، ودائما بسرنا وجودك نظرا لخبرتك الواسعة بالسيارات، والأخص أكيد سيارات النيسان يلي أكيد عم بيكونوا دائما معنا. واليوم رح نستعرض طراز كتير ضروري بلبنان نظرا لحجم السيارة، نظرا لعجقة السير ولأمور عديدة. كذا أوبشنز فيها للسيارة هلا ما نحكي عنه، نستعرضهم بالميكرا نيسان ميكرا 2015 حنحكي عنها مع الأوفرات اللي عاملينها هلا بنشوفها. ما هيك كم بدي أسألك عن الأوفر بلش فيه، هيك بنبلش حلقة بقوة بعدين نحكي عن السيارة شوي وبنستعرض سعرها. شو الأوفر اليوم اللي عم تقدموه لزبائن نيسان؟ لزبائن نيسان وخصوصا على الميكرا اليوم، نعرف اليوم السوق كله بحاجة لسيارة صغيرة، مصروف بنزين، باركينج ضيق، سيارة صغيرة عملية، وبلس عم ناخد بالميكرا موتورها 1500 سي سي، سيارة سيف من أكثر السيارات سيف بالسوق بهذا السيجمنت. يعني برغم حجمها الصغير ووزنها عم نشوف محرك نشيط 1.5 عليها، يعني عندها قوة دفع كتير كبيرة، وحتى بتطلوع حتى إذا فيها أربع أشخاص أو خمس أشخاص. أنت بتعرف بلبنان يعني كل طرقاتنا كل سوقتنا حتى ببيروت كلها أغلبيتها تطلوع، بدك باور بالسيارة. عم تاخد سيارة بهذا الحجم بوزن تحت الطن 1500 سي سي، الموتور تبعها عم ناخد 99 هورس باور، وبلس بنرجع بنركز على سيفتي تبع السياره. نعم. مش بس عم ناخذ باور بالسياره، عم ناخذ فيها سيفتي. السيفتي اللي عم نحكي عنها بتجي اي بي اس اي بي دي وبريك اسيست للسياره، بلس تو اير باجز. تو اير باجز كثير مهمين، كثير سيف مع سيت بيلت بريتنشنر. نعم. مع كل هالاوبشنز موجودين بقلبها. اليوم نحن ما نعرض هو الاوف اللي نحن عاملينه على السياره. نحن نعرف على اخر فتره شوي مصرف لبنان طلع بشروط جديده بكونديشنز جديده يلي هي على الداون بايمنت على التقسيط. صار في شروط جديده بال 2015. شو ابرزها اليوم؟ الابرزها هي كان معموله بالسوق اليوم مينيمم داون بايمنت 25%. اوكي. الاوف اللي عاملينه اليوم نحن على الميكرا اللي مبلشين فيها هلا بدايه من اليوم يلي هي نقدر نعمل اوفر ب 2999 دولار دفعه اولى بس، ونقسط شهريه 267 دولار على 5 سنين مع انشورنس بتكون انكلودد. واهم شيء مش بس عم بعطيك انشورنس تنحكي انه انشورنس بكون عم 5 سنين تصليح بالشركه، وغير هذا كله بالسياره عم تاخذ 4 سنين او 100000 كيلومتر وارنتي على السياره بامبر تو بامبر. هودي القصص كل شيء على كل شيء بامبر تو بامبر، بتاخذها بتجي اذا سمح الله صار حادث بالسياره بتصلحها عنا بالشركه، بتدور بتضلك ماشي. هيدا شغله كثير بتريح الزبون عم بيشتري سيارة جديدة وعلى فترة طويلة، يعني عم تحكي على 4 سنوات شخص بيكون مأمن كفيلة على 4 كفيلة. وبدك كمان عم بيري راسه على 5 سنين بيصلح بالشركة على سمح الله صار حادث صار ضربة بالسيارة بتكون انشورد السيارة على 5 سنين. لكن نرجع من عيد شو الدفعة الأولى؟ الدفعة الأولى اللي عاملينها اليوم 2999 دولار على على الداون بايمنت، 267 على 5 سنين. صحيح جورج. على الميكرا الحلوة على نيسان ميكرا اللي عم نشوفها مع الجنوطة فوق لايتس، ما عم تجي الاوبشنات الاساسيه اللي حكينا عن الانجن والسيفتي اهم شيء فيها للسياره. والحلو كمان لفتني اللون الابيض اللي بيعطي حجم ابيض وبيرل وايت السياره، بيرل وايت كمان مثل ما عم تقول. على اوفر ممتاز اكيد ومنافس جدا اليوم بالسوق. اذا مبلشين هيك 2015 يعني الاوفرات رح تكون طوال السنه ان شاء الله، تكون هالسنه كلها مبلشين من اول السنه تنكون عاملين جود امباكت بالسوق، تكون عندنا فوليوم منيح بالسوق وبسيارات ببرودكتس وسيفتي اهم شيء يكون كثير عالي. فقط نعم. بس كان بدي ادعي المشاهدين اذا بحبوا يجوا يعملوا حتى ايفن تست درايف على السياره على الميكرا موجوده بحي الله صاله من صالتنا او وكلها من وكلائنا، او فيهم ياخذوا موعد على التست درايف على الهوت لاين 1599 او يفوتوا على الويب سايت rimco.com. هلا صرتوا جيراننا ب بدبي شوروم جديدة اكيد لانكم بتغطي منطقه المتن السروان تكون مغطيه كمان، ووحده من اجمل الشورومات الجديده اكيد. صحيح. على صحيح صعيد جوش. لبنان. شكرا ألا على كل هالمعلومات عن النيسان ميكرا، واكيد السبيشال اوفر مشاهدينا اللي عرفناه اليوم من ألام شنطف عن الدفعه الاولى اللي هي تحت 3000 دولار و267 دولار فقط سند شهري. دائما ما تنسوا ودائما بنشدد عليها دوروا السياره حطوا السيت بيلت بعدين قلعوا. mtv.com.lb لتعرفوا اكثر عن اوتو فوكس، تحضروا حلقات سابقه او حلقات بعد ما شفتوها، وانا بلاقيكم اكيد دائما على mtv. يلا بكم.